لسه مكملين مع الكابتن رضا عبد الحال والكابتن محمود ابو الدهب. كابتن رضا، الاداء اتغير للنادي الاهلي في الشوط الثاني ده، او بقى اكتر فاعليه هجوميه، ده علشان طبعا التغييرات اللي اتعملت، ولا علشان كمان الفريق اللي قدامك بدنيا خلاص، يعني لا فنيا ولا بدنيا، فبالتالي وقع، فالمسألة بقت أكتر سهولة وزادت السهولة مع التغييرات الهجومية؟ ما انا بقول لك لو التغييرات من بدري كنت شفت كوره احسن من كده واهداف اكتر من كده. فهو الراجل انا ما اعرفش لغايه الدقيقه 75 قاعد نايم في على الخط، فكان لازم يحصل ده. انت شايف فرقه مسلمه كل اوراقها، ما فيش منها اي خطوره، ما فيش منها ان انت مثلا تقول ده ممكن يرجع له الماتش في اي وقت. امال انت مدير فني ازاي وقاعد قاري ازاي وكاشف الملعب ازاي؟ انا اعتقد ان هو لو عمل التغييرين، طلع بيرسي اسمه ايه ده ديانج والسوليه ونزل قفشه وكان كهربا، اعتقد الدنيا كانت هتختلف وشويه، وكان طلع عبد القادر ونزل بيرسي، بس الكلام ده من اول الشوط الثاني كانت هتبقى مدعكه، كان الاهلي مثلا كسبان 6-7. هو بص، هو الهدف في الماتش ده ان انت كل ما بتجيب اجوان بيدي ثقه ليك ولعيبتك، عشان ان هم عندهم الماتش اللي جاي يخشوا بمعنويات مرتفعه، واخد بالك؟ وعندي لعيبه الكوره يعني، وعندي لعيبه الكوره اللي هي تصنع الفارق. طب انت لعبت بثلاثه للدقيقه 75 ليه؟ ثلاثه ديفندرات ليه؟ ومفيش واحد، يمكن حمدي فتحي الوحيد، ده حمدي فتحي الوحيد هو بيعمل كده، عمل الباص اللي هو بتاع الجون الثاني. امال قفشه بقى لو موجود وكهربا كان موجود ونزلت بيرسي تاو بعد كل الكلام ده ربع ساعه مع حسين الشحات تفوقه وهو فايق اصلا، مع احمد عبد القادر قبل ما تخرجوا الكلام ده كله، لا كنت هتلاقي في الحته الهجوميه فروق كتيره قوي واهداف اكتر من كده. انما للاسف بقى الراجل كان واقف على الخط نهائي.